في عندنا اعتقاد شائع في مصر ان اي مريض ايد الايد بينتقل له عن طريق السلام او الحضن او اللمس، وعاوز اغير نظره المجتمع عن مريض الايد. نفسيا تعبان جدا، بواجه نفور مجتمعي، كله بيخاف مني. ينفع احضنك عادي دلوقتي؟ احضنك عادي كأنا حد مريض ايد، انت تقبل دوا؟ لا. طب وايه يعني حضنتين؟ طب احضن؟ الموضوع بسيط. ماشي يا رب. ازيك؟ ازيك؟ شكرا جدا. ازيك يا عمي؟ ممكن اسلم عليك طيب؟ ينفع حضنك؟ سلمنا بقى خلاص. ايه خايف؟ خايف. امال؟ اشكرك. خايف مني ولا ايه؟ طب تسلم عليك؟ ها؟ اشكرك جدا، اشكرك، مع السلامة. بسلم عليك. ايه يا زول، انا مريض ايدز، ممكن تسلم عليا؟ ده عامل ايه؟ تمام. اشكرك. انت خايف مني ليه؟ لا يا عم. بس طب احنا بس ممكن تسلم عليا؟ مسلم عليا؟ حضرتك؟ شكرا. وعليكم السلام. نعم. طب هات وحدونك وابوسك كمان. اشكرك. خايف مني ولا ايه؟ عمال بهزر. كمان بحضن. اشكرك جدا. ايه يا عم؟ اشكرك.